تنظن بان اي واحد في العالم من غيتزاد عنده ولد او بنت صغيره بيبي كما تنقولوا اكيد ان ما غيبقاش نفس الريتم اللي كنت عايش فيه، يعني كتكون مجموعه من التنازلات، تكون مجموعه من كيكون صبر اكثر، تتكون انك كتخدم اكثر، كتكون بانك كتشوف المستقبل بطريقه اخرى، كتشوف بان ولدك خصو يكبر ويكون هاز المشعل ديالك، يعني الا كنتي غادي في واحد الطريق صحيحه ولدك ديما كتبغي يكون احسن منك، كتقاسم مع مراتك يعني كل الاشياء اللي ما كنتيش كتقاسمها قبل، مثلا كالسهار، مثلا انك تقابل، مثلا انك ترضع، مثلا بزاف الحويجات كتضاف لك في حياتك. دونك يوزار ضاف لنا الشيء الكثير وغير لنا شي حويجات في حياتنا، حتى لو كانت خلافات قبل، فالخلافات كانوا كتولي عندنا خلافات عندها حلول، يعني ماشي بحال ملي كنا بوحدنا. دابا تزات يعني كنحاول ما امكن، الا كنت انا طالع هي كتهبط، كانت هي طالعه انا كنهبط، ولينا كنفهموا حتى لي زيفي اورمونال ديال كل واحد فينا. تنظن بان اي مهنه بحال هكذا، لكن بوليسي مزوج بوليسيه، محامي مزوج محاميه، طبيب طبيبه، سي لا ميم شوز، غير حنا كنقولوا الفن حيت عندك بلوس ديسباس صافي دير، ممكن تغبر شهرين ثلاث شهور على الدار. دونك حنا اون ايساي دو جيغي، كاين بزاف ديال الفنانين مزوجين وعندهم اولادهم وكبروا الاولاد وتادابطوا مع الوضع ديال والديهم، لان كاين العائله كتعاون، كاين الوالده ديالي كتعاون، العاون كاين الام ديالها كتعاون، كاين الاخوه. دونك كنحاولوا ان كان لومبلوا دي طون ديالنا ديال الخدمه ديالنا كنورغانيزيوها كنورغانيزيوها سولون ديسبونيبيليتي ديال شي واحد في لا فامي. دونك ضروري كاين عندنا هذه القضيه هذه، ان كنحاولوا نساويو بين دونك بطبيعي انا كرجل ديما كنت كنعاون في البيت، ديما كنعاون، كنعجبني جادور لا كويزين، جادور كويزيني. دونك كاين شي حويجات اللي تيقول لك هي مقتصره على المراه، مع عمر المراه كانت ان حشاك كما تيقولوا حمار طاحونه، ديما الراجل خصو يكون انه عنده شي حوايج، عنده ريسبونسابيليتي، حيت المراه ولات كتخدم والراجل ولا كيخدم. هذيك الهضره القديمه ديال المراه هي اللي كدير، هذه المراه هي اللي ما بقاش نورمالمون. دونك ولا ضروري خص يكون تعاون، وضروري خصنا نتقاسموا لي طاش. دونك انا ديما كنت كنقوم بهاد الحويجات هادو، حتى لو ان ما كانش عندي يوزار، دونك من بعد ما جا دابا ولينا كنتقاسم الحويجات مع يوزار، يعني ممكن نعسو انا، ممكن نقوم، ممكن نوكلو، ممكن ندير بلان دو شوز. دونك هذا واجب ديالي كاب وكانسان وكرجل. الحقيقة درناها ولكن اقتصرت على العائلة، ما بغيناش نعرضوا، لأن عرضنا على 20 ولا 30 غنوليو في 200 ولا 300، وبحكم أن هذا الوباء ديال الكورونا باقي كاين، دونك ما يمكنناش أننا نغامروا بالناس باش نبقاو غادي في الاحترازات اللي مديرها الدولة. تنظن بأن الشعب المغربي محتاج للكوميديا أكثر محتاج للدراما. كنا محتاجين ندخلوا مع العائلات ديالنا، ملي كندويو على افلام قدام بحال البحث عن زوج امرأتي لعبد الرحمن التازي، بحال لالا حبي، بحال مجموعه من الافلام الكوميديه اللي خلات صدى كبير عند الجمهور المغربي. كانوا مجموعه من العائلات يوم السبت او يوم الاحد كيتوجهوا كلهم لقاعات السينما من اجل الفرجه والنشاط. يعني كاين السينما المؤلف اللي كيبقى الاختيار، كنشوفوا مجموعه من المهرجانات، لكن الشعب المغربي محتاج يرفه على راسه ومحتاج يشوف افلام كوميديا، وخاصه الا كانوا فيها نجوم هما اللي هزوا له نيفو ديال الكوميديا المغربيه. انا تنقول مع عمر ما كاينش شي ممثل كوميدي وممثل درامي، انا تنقول الممثل ممثل، يعني ما غير هما بعد الخطره الجمهور المغربي ملي كيشوف ممثل في طابع كوميدي كياخذ عليه ديما ممثل كوميديا، الوغ ممكن عادل امام كان ممثل كوميدي كبير ولكن لعب دراما، لعب مجموعه من الافلام الدراميه اللي ممكن يضحكك ويبكيك او ميم طون. دونك كنشوف بان طارق البخاري ولا السكينه ولا ناصر ولا السي محمد الحوضي ولا العبابسي اللي لاعبين في هذا الفيلم هذا، ما يمكن الا يضيفوا واحد النكهه خاصه للفيلم الكنز. دونك غادي انا متاكد بان هذا الفيلم غادي يعجب الناس. انا كنهيئ دابا، باقي لي كنت غنصور لو سات، يعني البارح كنت غنبدا تصوير فيلم طويل، وبسبب جائحه كورونا دونك يعني خديت واحد سبع اسابيع، يعني اخرت، يعني ولا عندي فانوفر ان شاء الله غيكون اول فيلم سينمائي طويل عندي. الجمهور تنقول الجمهور ديال سلطانه بقى ديما متبع سلطانه، لان ديما كتعطيك الجديد وديما كتنتقل عند اي واحد حتى للبيت ديالو باش يعطيك الاخبار ديالو. شكرا سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.